كان مرة فترة كئيبة بالنسبة لي، أهدافي تقريبا ما قادرة أمسك فيها، كنت حاول إنه بس أنعزل نفسي. يا سيربون يجين من تعلم جدلكم فيديو جديد، وفيديو رح يكون عن سبب تركي لليوتيوب. طبعا مثل ما تعرفون إني أنا توني متخرجة من الثانوية، تخرجي في الثانوية زاد علي ضغوط وأشياء كثيرة، فإذا أنتوا حابين تعرفوا القصة كاملة خلوكم لنهاية الفيديو استمعوا لكلامي وما أطول عليكم، يلا نبدأ الفيديو. صراحة ما بطول عليكم بالكلام أو كذا، لأنه هذه الفترة أنا وضعيتي النفسية مرة مو قد كذا. سوري على هذه الأصوات لأن هذول الجيران قاعدين يتكلموا. السبب تركي لليوتيوب بصراحة كان ضغط علي من بعد تخرجي، يعني صرت أفكر كيف أبدأ حياتي، إيش التخصص اللي راح أختاره في الجامعة، كيف حياتي راح تكون بعد اليوتيوب، وهذا الشيء خلاني أحس بسترس وضغط علي وأفكر كثير، وبالذات في هذه الفترة بسبب كورونا وزي كذا. دائما كنت أحاول أتفائل وكان الوضع مرة يزيد صعوبة، وفترة هذه أنا كمان دورت على شغل ألبا، فكثير انه حاولت ادور اكثر من مجال وكذا، فكان الاشغال اللي اشتغلته مره وكان متعب علي، وكان صحتي مو قد كذا انه اتحمل هذا الشغل، مره كان مجهد وزادني استرس فوق ما انا عندي استرس زياده. فانا مره حسيت زي انه انا انسانه بلا هدف، يعني علي استرس وزي كذا، ولازم اشتغل على نفسي ولازم اطور من نفسي ولازم اشوف شغلات تناسبني، يعني الحلم حقتي لازم احققه. كنت مره دائما افكر بهذا الشيء انه اهدافي اللي انا كنت مره مخططه له ما قدرت امسك ولا هدف، يعني ما قدرت امسك اي هدف ابغاه او اي مجال ابغاه ولا شيء ولا شيء من هذا الشيء. فهذا الشيء مرة أزمني أو ضغط، يعني ضغط علي، كان مرة ضاغط علي هذا الشيء وزادني استرس. وكمان شيء ثاني إنه أنا لقيت من اليوتيوب يعني أقل، يعني المتابعين ما كانوا معطيني الدعم الكامل في اليوتيوب، فما حبيت إنه أظهر لكم صورة أو أنا إنسانة محطمة، أنا انتهت حياتي، أنا ما أعرف إيش، لا لا، كنت أحاول بس إنه أنقل صورة إيجابية لكم، أو دائما أحاول إني أكون بشوشة ومبتسمة لكم، رغم إنه في عندي قصص كثيرة صارت لي في حياتي يعني تجيب الواحد اكتئاب. فأنا كنت دائما أحاول أبين لكم عكس اللي عندي، يعني فكنت ما قادرة أفتح اليوتيوب أو ما قادرة أسوي فيديو لليوتيوب، لأنه أفكاري تقريبا كلها ضاعت، يعني كان ما عندي أفكار جديدة، ما عندي شيء أقدمه، يعني كنت حاسة أنه أنا بلا هدف. حاليا كمان أنه أنا انطردت من الشغل، كنت دائما أنزل على الانستغرام فيديوهات أنه لايف وزي كذا، فلو أنتم متابعين تابعوني على الانستغرام لأني أنزل دائما لايفات زي كذا. فالمهم أنه إيش اللي صار، أنا حسيت بعد ما انطردت من الشغل باكتئاب، وأنه أنا ليش أنا انطردت من الشغل، أنا مو إنسانة قد كذا، يعني إنه انطردت من الشغل زي كذا. فقصة الشغل كان قصة كبيرة، فإذا حابين تعرفوا القصة ياريت تقولوا بالتعليقات، يعني إذا حابين تسمعوا ولا كذا. فاللي صار هذا هو، قبل ما أبدأ الفيديو طبعا أنا صورت هذا الفيديو أكثر من مرة بسبب الإزعاج والخروج والدخول، ولو شفتوا واقع الفيديو يعني وراء الكواليس راح تنصدموا. المهم ما علينا، حاليا انا مزاجي مره كويس عشان نفسيتي بدات تتحسن. بقول لكم الفتره اللي مر علي او الفتره اللي انا غبت على اليوتيوب فيها كان مره فتره كئيبه بالنسبه لي، كان اموري كلها مو مرتبه، حياتي تقريبا مو مرتب، اهدافي تقريبا ما قادره امسك فيها. كنت مره قاعده افكر لدرجة انه انا ما كنت قادرة انام، وكمان مع وضع كورونا واللي صاير في كورونا يعني في العالم كله من كورونا زي كذا، زاد الامر سوء، يعني زاد اعطاني طاقة سلبية، واكيد كلكم اعطاكم طاقة سلبية. طبعا في كوريا ما صار حجر مثل باقية الدول، بس هذا الشيء مو معنى الشعب الكوري مرة مبسوط مرتاح، لا بالعكس،
انه الشعب الكوري تخيلوا لما انتوا تخرجوا تشوفوا العالم كله لابسين ماسكات وكذا تحس بجو مرض. ولما اخرج والبس ماسك وزي كذا كنت مره احس بجو مرض واحس اني تعبانه وانه ما ابغى اشوف العالم بهذا الشكل. فاللي صار انه انا في هذه الفتره مره مريت بفتره صعبه، وغير كذا انه انا ما لقيت دعم كثير من الناس اللي تابعني على اليوتيوب وزي كذا او تشجيع انه ابدا من جديد وزي كذا. كنت احاول يعني ابعد عن كل الناس وما ابغى اشوف احد، لانه صار لي في حياتي حاجات كثيره صعبه، منها الاشغال الصعبه اللي انا اشتغلت فيها في فتره البرد، وكانت تعب جسدي وتعب نفسي. انك تشتغل شغل يعني معرفتك انه ما في اشغال، انتهت الاشغال بسبب كورونا وزي كذا، تحاول انك تلقي بس اي شغل حتى لو متعب لو مجهد، المهم انك تلقي شغل. كان هذا الشيء مره مؤزم في نفسي لانه انا احب اختار مجال الشغل اللي ابغاه، فاشتغلت من الاشغال كان متعبه. طبعا كل سنه كنت اسوي هذا الشيء، بس هذه السنه مره كان مهم بالنسبه لي انه انا متخرجه، يعني كان لازم اختار تخصص الجامعة زي كذا. فهذا الشيء مرة أتعبني نفسيا وأعطاني اكتئاب من كثر ما أنا كنت مكتئبة، ما كنت قادرة أنام. في كل ليلة كنت تقريبا أقعد أتمدد في السرير طبيعي وزي كذا، وإنه خلاص راح أنام، بس قاعد أفكر إيش أسوي، إيش حياتي، ليه مستقبلي زي كذا. يعني كثير من الناس ممكن يفكروا بهذا الشيء، فهذا الشيء مرة أزمني نفسيا، خلى عندي استرس وضغط نفسي واكتئاب. كنت مرة منعزلة عن الجميع، بس كنت أحاول إنه أنزل كم فيديو أو أعبر بطريقة إنه أنا مبسوطة إن حياتي واو، بس ما قدرت إنه أستمر في هذا الشيء. فخلاني شوية أقعد مع نفسي، أنعزل مع نفسي، ما أبغى ألتقي بالناس. حسيت بالملل بالذات إنه أنا متخرجت، كل أصحابي برضو كانوا متخرجين، حتى أصحابي تقريبا ما قادرة ألتقي فيهم، ما قادر أمزح معهم زي قبل. غير كذا إنه الحين بعد تتخرج من الثانوية أنت مسؤول عن نفسك، ما أحد رح يكون مسؤول عليك، فلازم يعني تستقل بذاتك. هنا في كوريا أو تقريبا في العالم كله إنه لما تتخرج من الثانوية أهلك مهما كانوا أهلك ما رح يدعموك لبقية حياتك، لازم أنت تختار طريقك، لازم أنت تختار مستقبلك. فهذا الشيء مرة أزمني إنه كنت أفكر كثير يعني إيش رح أكون، إيش رح أسوي، إيش حياتي. ومن أسباب هذا التفكير أو الضغط الاسترس الاكتئاب حقتي كنت مرة عصبية وما كنت أتقبل أي نقد في حياتي، وأنا أعترف أنه هذا كان من أخطاء اللي سويته في هذه الفترة اللي ضاع علي. فكنت كل واحد ينتقدني أو أي شيء أروح أهجم عليه بطريقة سلبية، ما تقبل أي كلمة، أهلي ما أهلي لا ما أتقبل، ليه تنتقدني. فهذا الشيء أثر علي نفسيا وأثر علي اجتماعيا، يعني صاروا الناس يعني تقريبا تبعد عني. أعترف لكم بهذا الشيء عشان أحب أني أفضفض لكم أني أشوفكم زي أصدقائي، فحبيت أني أفضفض لكم باللي بقلبي. فأنا حبيت أن أتكلم فيه بكل صراحة وأتعرف على جمهور من جديد، وإن شاء الله هذا الفيديو رح يكون بداية لفيديوهات أفضل، تحضيرات أفضل وترتيبات أفضل من كذا. فإن شاء الله راح أنزل لكم فيديوهات أكثر وأكثر، وإذا حبيت الفيديو لا تنسوا تشاركوني بتعليق وتعملوا سبسكرايب للقناة وتحطوا لايكات، وأحبكم كلكم. نسيت أقول لكم شيء، طبعا هذا الشيء متأخر، بس أقول لكم رمضان كريم وإني أحبكم كلكم. كمان تابعوا قناة نارين، على فكرة تنزل لكم فيديوهات مرة حلوة، وحاليا هي مستقلة بذاتها، هي أكثر واحدة مخططة لكل مستقبلها. يعني أنا أحس نارين إنسانة ناجحة بكل معنى الكلمة، هي محضرة بسرعة، تحضر تأخذ العبرة مني وتحضر قبلي. فالمهم إذا حابين نسوي فيديوهات أنا ونارين في المستقبل تحطوا بكومنتات، وأحبكم كلكم، ما أطول عليكم،